حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سيتي، فقرات مختلفة ومتنوعة تهتم بالمرأة والأسرة والطفل، وأكيد آخر الأخبار المتداولة. نبدأها بأبرز العناوين. تشاهدون اليوم: كيف تجعلين طفلك يعبر عن مشاعره الصادقة؟ صباح الصديقي تتحدث لسيدتي عن أسرار المكياج السينمائي. حملة الوعي الحقوقي لنشر الثقافة الحقوقية للمرأة. هل النساء أكثر إنتاجية في العمل من الرجال؟ دكتور تميم الغنام وما قصة تغيير حياته في مجتمع أونلاين. هل يمكن أن يعالج القولون بالتنفس واليوغا؟ حياكم الله مشاهدينا من جديد. في البداية اسمحوا لي أرحب بزميلاتي في الاستوديو. أهلا وسهلا مها عبير رندا. يا أهلا وسهلا فيك رؤى، وأكيد نرحب زميلاتنا والسادة المشاهدين. اليوم حلقتنا أكيد مميزة، راح نتكلم عن أشياء كثير، وإن شاء الله راح تكون كالعادة مهمة للمجتمع وكل الناس إن شاء الله يستفيدون منها. جميل، حياكم الله أكيد زميلاتي جميعا، حياكم الله مشاهدينا. اليوم فقراتنا كثير حلوة، فحنا متحمسين عبير. بإذن الله إن شاء الله تكون فقرات مختلفة زي ما احنا دائما متعودين، وكمان معودين جمهورنا ومشاهدينا. أهلا وسهلا فيكم طبعا بنات. أنا سمعت إنه في أخبار عندنا نجد عدية. صحيح، كأنك أخذتيها مني يا عبير. إذا لأول حيث يرعى صاحب رئيس مجلس سلوته الثانية الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، ممثلة باللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن بميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف. هذه النسخة من مهرجان سمو ولي العهد للهجن انطلقت في الأول من هذا الشهر، من شهر أغسطس، وقد حظيت بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة. يعني بنشوف أنه بما أنه بتقولي شيء المواكب حاليا يا عبير، بنشوف أنه المهرجان انطلق من شهر أغسطس، من بداية شهر أغسطس، طبعا في أكثر من 13 ألف مطية مشاركة في هذا المهرجان. جميل جدا، يعني حلو. أنت أول ما بدأتي في الخبر طبعا قلتي إنه إن شاء الله راح يكون هذا الحفل الختامي للنسخة الثانية من هذا المهرجان. بإذن الله يكون عندنا مواضيع كثير ونتكلم فيه إن شاء الله بالتفصيل. بشكل أكثر وبشكل مفصل في الحلقة لليوم بإذن الله. إن شاء الله. من ضمن الأخبار اللي كانت متداولة وشفناها أمس، يمكن كثير انتشر هذا الفيديو. كنا دائما نقول أنه ممنوع يكون في أي نوع من أنواع الإساءة للطفل، سواء كان عنف جسدي أو نفسي أو لفظي. هذا الفيديو اللي انتشر بشكل مزري إذا كنت أقدر أقول، كانت عليه ردة أفعال قوية، وهو الطفل الرضيع لما كان شقيقيه جنبه مسكين معاهم سلاح وكانوا يطلقوا النار جنب ابنه، وكان الطفل بيبكي. الحلو في هذا الموضوع أنه مركز البلاغات للعنف الأسري تجاوبت مع هذا الموضوع ويتم إحالة الشخصين للتحقيق. أنا حبيت قد إيش كان تفاعلهم مرة سريع، يعني ما أخذوا ساعات. أنا انصدمت صراحة، أنا يعني عبرت حتى عن أنه الموضوع مرة كان مزعج لكل الناس ولنا أكيد، فمرة انبسطت صراحة أنهم مسكوهم بشكل مرة سريع. إيه، فالحمد لله. نعم. طيب إيش رأيكم كمان لو نأخذ معنا عبر الهاتف الأستاذة مها المنيف. الدكتورة مها، حياك الله. أهلا فيكم جميعا. أهلا وسهلا فيك. يعني فيديوهات من هذا النوع بنشوفها منتشرة كثير في تويتر، اليوم كمان شفنا فيديو ثاني، لكن خليني أسألك يعني كيف بتعاملوا مع هذه الحالات، مع هذه البلاغات؟ بداية زي ما ذكرتوا أنه الفيديو هذا مرة مزعج، وهو أنا برأيي هو صرخة لحماية الطفولة من أيدي العابثين فيها. ونشوف في هذا الفيديو يعني اللي إحنا شايفينه في عدة أنواع من أنواع العنف موجودة في فيديو واحد. أول شيء هناك عنف جسدي ولو أنه غير مباشر. ليه؟ لأنه الطلق الرصاص بجانب ابن الطفل سبب ضرر جسدي لهذا الطفل، يعني ممكن هذا الصوت العالي يسبب ثقب في طبلة الأذن، وهذا الثقب بحد ذاته يسبب ألم، ناهيك عن الإعاقة السمعية التي ممكن يصاب فيها الطفل. الشيء الثاني في عنف نفسي حصل، لأنه هذا ليس حدث عارض ولكنه صدمة قوية
لهذا الطفل. فأنا أسأل نفسي الآن، ما هو الفرق بين الحروب وبين هذا الطلق النار؟ يعني الحروب هي صوت رصاص، هي دمار، هي تخويف وصدمات للأطفال. هذا نفس الشيء حصل لهذا الطفل، أنه سمع صوت الرصاص والصدمة. الشيء الثالث أنه عرضنا هذا الطفل، يعني النوع الثالث من أنواع العنف، لتعريض الطفل لبيئة خطرة تؤثر على نموه ونمائه طبعاً. وتطوره كطفل طبعاً. يعني فما بالك لو أنه هذا المسدس زاح شوي عن الخط، ممكن كان يصيب هذا الطفل الطلقة وتؤدي إلى الوفاة. صحيح. دكتورة مها، إيش ليش الناس ممكن أنهم يسوون شيء زي كذا؟ لأنه شفت بعض ردود الأفعال يقولون هذه عادات تقاليد، ورأيي الشخصي أشوف أن هذا الشيء لا يمس للعادات والتقاليد بالصلة. وأكبر دليل أنهم صوروه، يعني إذا كانت عادات تقاليد ليش أنت تصور وتنشر فيديو زي كذا؟ فليش برأيك أصلا بدأ الفعل، أو ليش سووا شيء زي كذا؟ هو طبعا الوعي، ضعف الوعي لدى هذول الأشخاص أكيد. لو هو واعي أنه ضرره على هذا الطفل يمكن ما سواه. الشيء الثاني اللي أنا أكد عليه أنه بالفعل هي تقاليد، هي بنسميها إحنا السوشيال نورم أو العادات والتقاليد اللي تشجع على هذه الأفعال، ولا يفكروا بالعواقب حقتها. يعني لو فكر هذا الأب أو الأخ اللي عامل هذه التصرفات، لو فكر بعواقب هذا العمل بس لو لثواني، ما أقول لدقائق، كان ما سواه. فهي الوعي، ضعف الوعي لدى الأشخاص، وجود بعض العادات البالية اللي تشجع على العنف. والشيء الثالث يعني الناس تسوي تفكر أنها يعني ما في قانون أو ما في استجابة من الجهات لهذه الأفعال. وله لو عارف أنه في استجابة ما حطه. لكن أنا اللي عجبني في المقطع زي ما ذكرته، أنه مش بس الجهات الحكومية اللي استجابت، العامة هم اللي استجابوا. يعني تشوف ردود الناس كلها مستاءة من هذا الفيديو. أكيد. الناس كلها تقول غلط، يعني الغلط واضح، ما يبغى له يعني الواحد يختلف فيه. فهذا اللي عجبني، أن ردود فعل الناس، فأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أفضل أداة للتوعية ورفع مستوى الوعي لدى الأشخاص، وللتبليغ كذلك عن الحالات. دكتورة مها، يعني إحنا اللي شايفينه، أو ممكن أن الناس ترد وتقول أنه أهله راضين، أبو أمه راضين، كيف نقدر نرد على الناس اللي أخذين الأمر أو الوضع ذا بذي الطريقة؟ يعني ليش ممكن يكون ردة فعلهم فيها تهاون؟ وانتم كسلطات يعني كيف كانت ردة فعلكم كمان معاهم، وايش قلتوا له؟ اول شيء عندنا ثقافة مجتمع متجذرة عندنا، اللي هي ثقافة الملكية. يعتقدوا الاشخاص انه هذا الطفل ملك الاهل، وبالتالي اذا الاهل راضين عن هذا التصرف احنا ما لنا دخل. هذا غلط. الدولة والمؤسسات الحكومية في الدولة مسؤولة عن حماية الطفل. ولو أن الدولة ما هي مسؤولة عن حماية الطفل، كان ما رحنا للأمم المتحدة ولا المؤسسات الدولية. صحيح. ووقعنا اتفاقية حماية الطفل، ووقعنا على البروتوكولات الإضافية والبروتوكولات لبيع الأطفال واستغلال الأطفال الجنسي والعنف الجسدي. كل هذه المملكة وقعت على كل هذه الاتفاقيات، وبالتالي نحن كدولة ملزمين بحماية أطفالنا. نعم. حتى ملزمين بحماية أطفالنا من مقدمي الرعاية لهم، اللي هم الوالدين. وبالتالي هذه الثقافة اللي يقول لك أوه أهله راضيين، لا، أهله راضيين، أنا ماني راضي كمهنية وكطبيبة متعاملة مع هذه الأطفال. وإذا حسيت إنه في خطر على هذا الطفل من والديه، أنا أقدر أقيم دعوة على هذه الوالدين، بحيث يعاقب الوالدين ويحط الولد في بيئة تساعد على نموه وتطوره. صحيح. هو نعرف دكتورة أنه زي ما ذكرتي أنه ممكن يكون متأصلة في البعض من زمان. فهنا يجي دور الوعي، أنه هل في البعض أو الفئة اللي حنا نقصدها من المجتمع، وهي إن شاء الله تكون نادرة، هل هي واعية لهالدرجة؟ هل هي عارفة أنه ممكن إذا عملت هذا؟ على فكرة ترى الفيديو هذا اللي انعرض للطفل الصغير هو فرحة، والدليل أنه كان يطخ والطفل لسه باللفة، فهذا دليل أنه هذه الأشياء اللي هم متعودين يعملونها. بس أبغى أعرف دكتورة، هل في وعي لهالفئة هذه من الناس؟
والله شوفي، يعني احنا دائما يعني ننشر الوعي بآليات مختلفة، لكن انا برأيي الان افضل آلية للوعي هي صارت وسائل التواصل الاجتماعي. يعني انا سعدت جدا بتفاعل الناس مع هذا الفيديو والردود اللي حصلت بهذا الفيديو، والناس اللي تكلمت عن نظام حماية الطفل، اللي تكلمت عن نظام حماية الحماية من الإيذاء، اللي تكلمت عن الوالدية الإيجابية، اللي تكلموا عن كيف نربي الأولاد، إنه كيف هذه التصرفات غلط. أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هي ليست أداة للتبليغ فحسب، ولكنها هي أداة للتوعية. صارت يعني ما تكلفنا كثير، يعني أول كنا إحنا نعمل حملات توعية ونرفع مستوى الوعي ونعمل بروشورات وحملات، لكن الآن فيديو واحد زي هذا يعني كانت يعني حملة زي هذه أصبحت حملة بالفعل لهذا الفيديو. ما كلفتنا شيء والكل تفاعل معها، وتم القبض على المتضررين أو لا مش المتضررين اللي المتضررين فأنا أعتقد أنه صارت يعني وسائل التواصل الاجتماعي مفيدة جدا، وأنا دائما أقول الله لا يخلينا من وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيام. دكتورة مها، بس قبل لا نختم معك عندي استفسار بسيط، بما أنه تم القبض على الفاعلين اللي فعلوا هذا الفعل الشنيع بالطفل، كيف راح تكون محاسبتهم؟ طبعا محاسبتهم حسب نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء، هذول النظامين الذين تم الموافقة عليهم في عام 2014 من أروع الأنظمة لحماية الطفل. طبعا احنا الحين في مرحلة الاستجابة، واستجابة الحمد لله وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والنيابة العامة. الآن مرحلة التدخلات، تدخلات طبية، يجب أن يتم فحص الطفل هذا جيدا ونشوف إذا كان أثر هذا الصوت على سمعه. التدخلات النفسية والاجتماعية، يجب دراسة وضع الأسرة جيدا. يعني هل إذا كان في أمان الطفل أو لا؟ وضع الاجتماعي للأسرة الأم، حتى الوضع القانوني. أنا أعتقد في المادة 13 من نظام الحماية من الإيذاء ينص على عقوبة مرتكبي العنف الأسري بالحبس أو بالغرامة أو كلاهما. وأعتقد أنه يجب أن نطبق هذا النظام على الفاعلين. جميل دكتورة، كمان في فيديو نعرض اليوم وإن شاء الله كمان أنهم يلقوا جزائهم زي الفيديو اللي الآن نعرض. شكرا لك دكتورة، يعطيك ألف عافية. صراحة يعني شيء مؤسف، لكن في نفس الوقت أنا مرة انبسطت من تجاوبهم. قاعد تقولك ممكن يطبق عليهم غرامات مالية لو وصل الموضوع أنهم يشيلون الطفل يحطونه في بيئة آمنة. يعني أنا أشوف أنه يعني أوكي أنه صح أنه شوي ممكن يكون مؤلم الأم، لكن مو كذا الطفل ممكن يجي شيء مرحل أنه هذا النظام يطبق عندنا أو يجي يعني حماية الطفل عندنا. يعني صراحة أنا يعني ما أقولك صدمت، سعدت من يعني قوة حماية الطفل، فالحمد لله. صح يعني أنا كثير مبسوطة بصراحة، زي ما كنتي بتقولي إنه كيف بيتم التجاوب. أنا من الناس اللي بصراحة يعني عملت في تويتر، قدمت بلاغ رسمي على الفيديو هذا، وانبسطت إنه خلال ساعة إنه يعني قدروا يقبضوا على هذا الشخص، فالواحد يحس إنه هو فعلا بأمان. صحيح. الحمد لله. نرجع نكرر إنه هذا البعض مش الكل. لا البعض طبعا، وأقلية زي ما قلت يا رندا يعني هذا، لكن يعني الحمد لله انهم وصلوا لهم. أكيد. وان شاء الله يعني يكون الكل في امان. طبعا مشاهدينا نطلع فاصل واكيد راجعين. شاهدونا بعد الفاصل، كيف تجعلين طفلك يعبر عن مشاعره الصادقه. سيدتي في هذا العدد في سوق عكاظ مصيف العرب، لماذا الفارسات السعوديات خطفن الاضواء؟ نصائح الخبراء، 4 دلائل لوقوعكما في الحب. الإجازة الزوجية، هل تساعد على إنعاش المشاعر؟ ولأن صحتك أهم، 10 علامات منذرة بالسرطان في جسم المرأة. أبرز صيحات الإكسسوارات من عروض خريف وشتاء 2019-2020. ومن نجوم العدد ميلا الزهراني، العالمية لا تعني التخلي عن هويتنا. عاصي الحلاني على مسرح قرطاج متأثراً وفخوراً وغاضباً، ما السبب؟ وننفرد بكشف تفاصيل الصلح بين ناصر القصبي وعبد الله السدحان. وتابع المزيد عن الصحة والجمال والموضة في عدد سيدتي في الأسواق. سيدتي، سيدة المجلات العربية.
البعض من الأهالي للأسف الشديد يعمل على قمع الأطفال وقمع وكبت مشاعر الأطفال كنوع وطريقة من طرق التربية، لكن هل هذا الموضوع يأثر عليهم وعلى نفسيتهم؟ نتكلم في هذا الموضوع أكثر مع ضيفتنا في الأستوديو أستاذة نهلة العقيل. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية. الله يعافيك. هلا ونعم. يعني يمكن إحنا كبرنا وتربينا على مصطلحات دائم ما يعني نسمعها كثير، أتكلم لا تبكي، لا تتكلم، لا تعلي صوتك، لا تضحكي. بالضبط، لا تضحكي، لا تضحكي قدام الناس، تتكلم دي طريق قدام الناس. هذه المصطلحات كلها يمكن للأسف الشديد لو كانوا آبائنا وأمهاتنا من جيل أقدم، فإحنا كجيل جديد قاعدين نوصلها لجيل أجدد. فكيف نقدر نربي أبنائنا أو نعمل لهم برنامج إنه يقدروا يعبروا عن مشاعرهم وما يكبتوها عشان ما تأثر في نفسياتهم؟ في البداية موضوع جدا حساس ونشاهده في الجميع، يعني في المجتمع سواء من الأطفال أو خصوصا حتى المراهقين. هنا نبدأها من الصغر. هنا عندنا المولود يولد يطلع وش يعبر عن طريق اللغة اللي يعبرها؟ يبكي. طيب عندنا الطفل من عمر سنتين لست سنوات يعبر عن مشاعر عن طريق البكاء، الصراخ، الضرب، الغضب. طيب هذه الحالة إن هنا أقعد أنا أدرب طفلي على كيف إنه يعبر عن مشاعره. هذه المرحلة تعتبر أصعب مرحلة بالنسبة للمربين بصفة عامة، لأن أنا قاعدة أعلم الطفل أمشي معه خطوة خطوة. أيضا مثلا تجيك مثلا الأم تقول والله طفلي كيف يعبر إن هذا يضرب وهذا لا يصيح وهذا لا مثلا يسكت صامت ما يعبر، أو تجي دائما مثلا أم تقول طفلي ما يقول ولا شيء إيش صار معه في الروضة مثلا، أو مثلا عندي أنا أطفال جو يعبر مشاعر الفرح ما يعبر إنه فرحان مبسوط، يقعد يصارخ لي أقول له محمد ليش تصارخ؟ هو مبسوط يتزحلق ولا مثلا يلعب مع أصحابه يصارخ بصوت عالي، يعني أنا أخاف أقول له ليش تصارخ؟ أنا خفت عليك، توقعت فيك شيء من صوت المزعج. هو لا يخرب الوناسة، من الوناسة قاعد يصرخ. عندي عدة خطوات أنا أمشيها مع الطفل عشان يعبر عن مشاعره. أول شيء الطفل عنده حصيلة لغوية قليلة جدا، وإذا شعر أنه مرحلة الغضب ولا الزعل والصراخ تقل عنده هذه الحصيلة اللغوية، ويصير ما عنده تختفي أصلاً، بدأ يعني ما عنده حصيلة تعبر إنه مثلاً أنا حزين لأني مثلاً متضايق لأن صديقي مثلاً أخذ اللعبة مني. صحيح. أو إيه طفل هذه المشاعر إن مشاعر الصراخ والغضب تقل نسبة الحصيلة اللغوية. أنا هنا دوري يا كمربي إني أدرب ابني كيف يعبر عن هذه المشاعر. عندنا بعض الدراسات في جامعة الأمريكية قالت أن نسبة 35% من الأشخاص اللي عندهم كبت في مشاعرهم ويعبروا عن مشاعرهم تؤدي عندهم الوفاة مبكر، وتقريبا 47% من اللي توفوا مبكر سببهم أمراض في القلب. أمراض القلب إيش سببها؟ سببها كبت هذه المشاعر اللي هم ما عبروا فيها. أيضا 70% من الأمراض المستعصية سببها الأمراض النفسية المكبوتة لدى الأشخاص بشكل عام. طيب قلنا أول شيء حصيلة الطفل اللغوية قليلة، أبدأ أني أربط الحصيلة اللغوية بكلمات. مثلا أنا عندي هنا بعض الكلمات مع الصور، هذه مشاعر جديدة على الطفل ولا هو جديد عليه في الحصيلة اللغوية. مثلا كلمة مدهش، عندنا أيضا كلمة نافذ صبري. متى أشرح طفلي متى يكون نافذ صبرك؟ الكلمة هذه كيف أشرح له؟ أشرحها ليش؟ مثلا طول الانتظار ما يقول أوف أنا طفشت، لا أنا نفذ صبرك. ليش نفذ صبرك؟ مثلا مثلا أنا أقول له أنا مثلا في الجلسة مثلا أقول نفذ صبري الوقت مثلا طويل في الانتظار، أنا عندي وقت محدد والوقت طال علي، أنا هنا نفذ صبري. نفذ صبري لأني مثلا لم أنجز هذه اللعبة طال الوقت وأنا ما انتهيت من هذه اللعبة. أيضا عندي بعض المشاعر خجول، هو يقول لك لا الشخص هايف، لا هو خجلان، أو مثلا خصوصا دائما نشوفها في المجتمعات في الأسرة في الوقت السلام، لا تجبرين أطفالك على السلام، هو ليش؟ لأنه خجلان مستحي ما يقدر. هذه المشاعر
تؤدي أن مثلا يبتعد الناس على السلام لهم. بس استاذ نهله يبان الطفل الخجول من الطفل اللي يعني ما يبغى يسلم. خليه براحته، هو متى ما بغى يسلم يسلم. يعني ما انا اجبر، ما اجبر الطفل ما يتعلم مثلا هذه الاشياء الا بعد عمر 7 سنين. قصدك بسن يكون سن مدرك فيها تحت 7 سنين. أيوة. هذه ما يعني أيوة. ما نحاول نجبر. طيب قلنا حصيله لغويه. عندي تعبيرات بالمشاعر مثلا، عندي هذه كلمه خائف. طيب انا هنا تدرجت في الالوان، ليش انا تدرجت في الالوان؟ عشان درجات الخوف. درجات الخوف متى يكون درجات الخوف؟ انا عندي هذه، انا احطها مثلا بالفصل عندي في البيت، اعلقها في اي مكان بارز. عندي خائف، ابى اشرح لك كيف يكون شكل خائف، كيف درجات الخوف؟ قليله، متوسطه، ام شديده الخوف. طيب عندي ايضا هنا مثلا مزعج منزعج. ايوه. وهنا ايضا انا سعيد. عبر عن المشاعر الإيجابية والمشاعر السلبية. حلو. في بعض الأهالي يكبتون المشاعر السلبية. عبر فقط عن المشاعر السلبية، حتى احنا الكبار نعبر عن مشاعرنا الإيجابية السلبية. ما نعبر عنها كمان، ما نبكي قدام الناس. ما نقدر. بس شوفي، لازم نحاول نعبر عن هذه المشاعر لو بينك وبين نفسك. ليش أنا أحس بهذا الشعور السلبي؟ إيش السبب؟ أتحدث أشوف، بعدين أنا أحول هذه المشاعر السلبية إلى مشاعر إيجابية. طيب عندي طريقة ثانية، جلسة عائلية مثلا، جلسة الأم والأب مع بعض يسولفون عن مشاعرهم في هذا اليوم، وقت الأكل، في السيارة، رايحين مثلا حديقة أو أي مكان. ودائما أنا كمعلمة متى يبدأ الطفل يعبر لي عن مشاعره؟ وقت اللعب، في اللعب الحر أو في اللعب الأركان. في الأركان هنا تطلع الأشياء اللي هم كانوا مخبينها. يعني يجيك طفل يبكي الصباح، أول صف شوي كيف لا تصيح ما يعلم، بس جلست معه في الملعب وبديت انا العب معه واجلس استدرجي يبدا. اي ابدا استدرج. بس شوفي، هي استاذه نهله نرجع نقول انه هي طريقه الاهل بالتربيه وطريقتهم كيف يقدروا يخلوا الطفل يعبر عن أيوة. مشاعره. قلنا هذه الحصيله نقطه مره مهمه علشان اباكي أيوة. قلنا ربط المشاعر بالكلمات. نعم. التعبير عن طريق المحصولات اللغويه قليله عند الطفل، لازم اعبر الطفل عن المحصولات اللغويه. ايضا عندي الجلسه الاسريه، عندي القصه. أنا أقرأ طفلي قصة مثلا زي هذه القصص، وأنا بهذه القصص أقرأها لأطفالي في بعض الكلمات تعبر عن مشاعر الخوف، الحزن، الغضب، السعادة. أنا أبدأ هنا أقول لطفلي، تتوقع هذه الطفلة مثلا ليش تتوقع أنها تشعر أنها تريد أن تضرب أصحابها مثلا أو تصرخ أو أنها غضبانة؟ طيب هذه صديقتنا تقول أنا أخاف من الظلام. أنا أبدأ هنا أستدرج طفلي، أتكلم عن هذه المشاعر. لأني إذا تكلمت الطفل مع هذه المشاعر لو صار له موقف يجي يقول لي ماما أنا مثلا أنا اليوم أشعر أني مثلا محبط لأني أنا عندي لعبة أبي أركبها مثلا شعرت بإحباط. أو أنا مثلا اليوم مرة سعيد لأن بابا مثلا بيجي من السفر. عندنا أيضا الملاحظة. الملاحظة من الوسائل التعليمية التربوية الهامة جدا، أن الطفل يشاهد سلوك مثلا في اي مثلا في سوبر ماركت، في الاسواق، في التلفزيون. هذه يلاحظ ويشوف كيف الشخص يعبر عن مشاعره. انا اساله هنا اقول له ايش رايك في هذا؟ كيف عبرت؟ طب تتوقع ليش انها تتالم؟ تتالم مثلا لانها مثلا اسنانها تؤلمها بسبب مثلا الصوت في اللي في اسنانها. الاخذ والعطاء ودائما الرد بين الاهل والاطفال. استاذه نهله هذا أيوة. ممكن يخلي الطفل شوي انه يعني يتجاوب. بس انت ذكرتي عن الطفل الصامت، انا يهمني الطفل الصامت لانه فعليا في بعض هو مو هي جميعا الطفل الصامت وغير الصامت، لان بعضهم تكون محصولتهم لغويه مو بعارف كيف يعبر. يعني اعرف واحد مشتاق لك، كيف يعبر؟ جاي يشتاق لك، يضرب. ايه لانه مشتاق. الاطفال صغار مو بكبار. عن في في كبار بالعكس، انت جلسه تاخذين هذا من الصغر لين الكبر. عشان كذا الحين رجالنا ما يقدرون او بعض أيوة. رجالنا ما يقدرون ايوه مثلا يجيك واحد مشتاق لك يقعد يعصب يقدم لك هديه. وينك؟ خليني اسالك استاذه نهله. خليني اسالك الحين الاطفال او الطفل الصامت، انا خليني اركز عليه لانه فعليا يهمني. طيب كيف الاهل ممكن يتعاملون معه؟ احنا قلنا انه هو من الصغر الى الكبر هو يتدرج تدريجيا وتظل معاه انه هو ساكت.
انه هو ياخذ ويعطي معه، والله لو اخذته اعطيت معه طول الوقت ما حيتكلم لي ابدا، نهائيا ما حيتكلم. انا جربت على احد كيف ايش الطريقه المناسبه. انا جربت لها الطفل هذا بالذات مثلا خليه يلعب في الالعاب، زين زي الحين انا هذه جايبت لك الدمى، كل واحده لها شكل، تعبيرات مختلفه، القصه يعني زي عندي طفل لما كانت تتكلم معي كثير بالفصل، بس يوم صرت انا اجلس معهم واقرا لهم القصص بدات تتكلم. حتى يوم قلت مد امها طفلتك ما شاء الله عليها اليوم تكلمت وقالت انها سافرت وايش الاحداث اللي صارت هناك، قلت جميل. يعني هي دائما قليله الكلام، انا احاول اقرب منها، اقرا قصص، اجيب الوسائل، خليها تشوف انا اعبر عن نفسي مشاعري، انا اعبر عن نفسي، هي تشوفني كيف انا اعبر مشاعري، اذا انا عبرت عن مشاعري هي راح تعلم مني. انت كمعلمه ولا انت كأم؟ كجميع يعني الام هي اللي تعبر عن مشاعر الطفل الصامت ولا المعلمه افضل؟ الام والمعلمه كلهم نفس بعض، يكملون بعض، كل مربي بصفه عامه. جميل. طيب قلنا ايضا تتكمم الام تسوي مثلا مشهد تمثيلي، مثلا دور هذه مثلا هذا تعبيرة الوجه، مثلا ابي اسوي نفسي حزين اقول هذا ايش شكل، بيقول لك ماما هذا شكل حزين. طيب نعكس الادوار، مثلا خلي الطفل يتقمص والام تخاف يتقمص يمثل علينا ويسوي نفسه انه حزين وامه حزين. اي عادي والله انا اتفق معك. المشكله يعني كلامك جدا رائع استاذه نهله، لكن خليني اخذها شوي على ارض الواقع بصراحه. الاهالي ما صار عندهم وقت، وظايفهم والتزاماتهم، يعني كلامك مره حلو بس اجلس اتخيل هل ممكن اجيب دمى لبنتي عشان تحكي لي عن مشاعرها؟ في انا اعرف واحده من عارف الدنيا. انا عندي ساعتين في اليوم اجلسها مع بنتي بامانه. جميل. اقول لك هي هذه الساعتين ربع ساعه تكفي. ايش هي؟ ربع ساعه تكفي. حقعد اذاكر لها واحل الهوم ورك، وقت النار في السياره، اي وقت الاكل وانتم بتسالفون، اي طالعين مشوار، يعني راح المدرسة. طيب. جاية من المدرسة. أنا اللي أبغى أسأله، يعني في الطفل هذا اللي يكون لبنة حلوة ولازم إنه إحنا نسقلها بشكل مرة حلو، إيش الشغلات اللي الأهالي يمارسوها فبالتالي ممكن تحطم معنوياتهم تخليه طفل صامت تخليه زي إيش؟ عندك الأداء الجسدي، الضرب، العنف، الأشياء الطبيعية ما نبغى يعني مثلا استهزاء. طيب. سخرية صحيح. ممكن ما نسمعه. اي نسمع احد ما سمعنا يصير كذا، ما احترم مشاعر، بيقول لك ماما انا اخاف مثلا من هذه، مثلا نقول مثلا هذه اللمبه، الطفل عنده خيالات تقول هذه اللمبه تخاف منها ما فيها شيء يخوف. ايضا عندي اشياء ثانيه، الاستهزاء قلنا، السخريه عندك. طيب الطفل يكون ما يعرف يعبر عن هذه. استاذه نهله يعني اسمحي لي انا اشكر وجودك معنا اليوم، بس مضطرين انه احنا نطلع ونشوف وصول ولي العهد الامير محمد بن سلمان لسباقات الهجن، خلونا نتابع هذا النقل. والثقافه اهلا وسهلا بك، وانت قائدا ملهما لهذا الوطن، اهلا وسهلا بك، وانت صانع للرؤيه الوطن يسمو علوا ومجدا، اهلا وسهلا بك، وانت تحلق بنا الى عنان السماء، تنشد التقدم وتجدد النهضه للمملكه العربيه السعوديه. اهلا وسهلا بك يا سيدي، وانت من عزم الى عزم ومن مجد الى مجد، لا تهدأ ولا تنضب. اهلا وسهلا بك يا سيدي، وأنت الباني لمستقبل وطني صناعة وقوة وحضورا عالميا. أهلا وسهلا بك يا سيدي، وأنت التاريخ الحاضر الذي لن ينساه أبناء وطني. أهلا وسهلا بك يا سيدي، وأنت للمستقبل عنوان وللتاريخ بيان. أهلا وسهلا، وأنت من دونت همة شباب الوطن كهمة جبال طويق، وأنت منهم. أهلا بك أيها المجدد لوطنك، أيها الساهر على أمن حدود أرضك، نحن على العهد باقون وعلى المجد قادمون، وعلى أعداء الوطن صامدون مدافعون، شمالا وجنوبا ساهرون. تحية إجلال وإكبار لعزيمتك ولهمتك ولجهدك. أهلا وسهلا بك يا سيدي في مهرجانك، في مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، ونحن معكم أيها الأخوة المشاهدون الكرام نتابع في هذه اللحظات العرضة السعودية
بحضور سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في هذا الميدان الكبير وبهذا الدعم الكبير لسباقات الهجن والتي وصلت جوائزها إلى 54 مليون ريالا في بادرة تحقق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. أهلا وسهلا وبصحبك الكريم في هذا المهرجان الكبير وبهذا الانتظار لمحبيك ومتابعي رياضة الهجن بالمملكة العربية السعودية وبدول مجلس التعاون الخليجي وبالدول العربية وبالدول العالمية. ونحن ولله الحمد نترأس الاتحاد الدولي للهجن في المملكة العربية السعودية، وهذا يدل على قوة ومتانة المملكة العربية السعودية اقتصاديا وسياسيا في رعاية جميع المحافل الدولية واستضافة البطولات العالمية تحقيقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030. هنا عرضة العز والمجد، العرضة السعودية، والتي تأتي ابتهاجا بهذا الحضور الكبير والحضور المشرف لسمو سيدي ولي العهد في عاصمة المصائف العربية الطائف، وهي تحتضن في هذا اليوم وتلبس أجمل حللها، وهي تستقبل قائد الشباب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. أهلا وسهلا بك يا سيدي في هذا اليوم وفي الحفل الختامي لمهرجانك وبهذا الدعم الكبير من سموك حفظك الله أينما كنت، وأنت داعما لجميع المجالات في هذا الوطن الكبير تحت قيادة كريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، قائد الأمتين العربية والإسلامية وباني نهضتها. اليوم المملكة العربية السعودية تهتم برياضة الهجن وتعزز ثقافتها ابتداء من اهتمام المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل بن تركي آل سعود طيب الله ثراه، وسار على نهجه من بعده أبناءه الملوك البررة الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله رحمهم الله جميعا. وما زال هذا الاهتمام الكبير مستمرا في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله جميعا. اليوم ونحن نشاهد ونترقب هذه السباقات في هذه المرحلة الختامية من هذا المهرجان، بالتأكيد نشعر بالعزة والفرح ونحن نتابع ما سطره أبناء المملكة العربية السعودية من إنجاز. اليوم سباقات تنافسية استمرت ل 32 يوما بجوائز تقدر بأكثر من 52 مليون ريال وبمشاركة أكثر من 13,377 مطية خلال أشواط قسمت على 439 شوطا. إذن نحن معكم في هذا اليوم وفي متابعة لهذه السباقات التي ستكون محل اهتمام ومتابعة. أهلا بكم يا سيدي في معقل الخير وعبق الماضي الجميل، أهلا بكم في مكان زاده شرفا حضوركم، أهلا بمحمد المستقبل والنماء والرؤية. الآن السلام الملكي. السلام الملك السعودي.
باسمك يا رحمن، باسمك يا منان، بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الفرد الصمد، باسمك يا رحمن احفظ لنا سيدي محمد بن سلمان، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، إنك على كل شيء قدير. أيها الحفل الكريم، باسم الجميع وباسمي وبصوتي ابنكم نايب بن سعود البلوي، نرحب ويرحب العالم بأكمله بسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، وأطال الله بعمره وجعله ذخرا لنا يا رب العالمين، الذي أعزنا وأعز رياضتنا وهويتنا وتراثنا، وأعاد للأصالة مجدها في بلدها بدعمه وتشجيعه وحضوره السامي ورعايته لهذا المهرجان الذي وصل للقمة وحطم الأرقام القياسية بدخوله موسوعة جينيس في العام الماضي، مهرجان سيدي سمو ولي العهد، حيث بلغ عدد الهجن المشاركة 11178، وكان الرقم القياسي، ولكن في هذا العام باهتمام كبير من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، رئيس الاتحاد الدولي للهجن وتنظيم الاتحاد السعودي للهجن برئاسة سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد حفظهم الله، تم تحطيم الرقم القياسي السابق ودخول موسوعة جينيس على مستوى العالم ب 13377 مطية شاركت في مهرجانك يا سيدي، وتم تسجيل الأرقام القياسية من خلال أكبر مجسم للهجن بحديقة الملك فيصل في الطائف، فإن دل هذا الشيء يدل على رؤيتك الثاقبة ودعمك لنا يا سيدي، فترانا الرؤية القادمة ونحن نراك بأعيننا وتسكن قلوبنا ونفديك بأرواحنا، فنحن جبالك الشامخة وأنت فخرنا وعزنا، انطلق أقوى الأشواط، فليتفضل الزميل عون الهاجري معلق لهذا الشوط أحد الإعلاميين، لنشكر الإعلام بأكبره بأجمله الذي مثلنا خير تمثيل، شكرا للاتحاد السعودي، شكرا لإعلامنا، لإخواننا، للمعلقين. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أعلنت بداية وانطلاقة شو السيف الذهبي، السيف الغالي بالمسمى الأغلى، بمسمى سمو ولي العهد، يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. أعلنت البداية، أعلنت الأمال الكبيرة، الطموحات العالية مع أقوى الأشواط وأعتاه في هذا المهرجان الغالي، بهذا الحضور الغالي، بهذا الحضور المشرف، أتابع وإياكم الصدارة والمقدمة مع البداية الأولى ومع الصراع الأول، لأتابع في هذه اللحظات تقدم سيادة بهذه اللحظات تتقدم بأمان
آمال كبيرة، بطموحات عالية، بأمال المملكة العربية السعودية يتقدمون في هذه اللحظات. وخالد بن سعيد بن فهد الهاجرية بن سعيد بن سعيد يبحث عن المزيد، يبحث عن هذا السيف الغالي، عن هذا المسمى الغالي بالمهرجان الغالي. يا سيدي يا سيدي، شاهد وتابع، شاهد وتابع هذا الصراع وهذا القتال والمنافسة الشريفة الأخوية بينما المركز الثاني. أتابع في هذه اللحظات تقدم الحذرة والحذر، كل الحذر من هذا الاسم وهذا الشعار الخطير المثير. يتقدم خالد بن سعيد آل زايد الهاجري، يبحث عن الرمز الآخر، عن النماس المشرف في هذا المهرجان الغالي. والله غالي، والله غالي بحضورك يا سيدي، بحضورك يا سيدي أكبر النماس، حضورك، تواجدك، متابعتك لهذا الشوط الخطير، لهذا الشوط المثير. بينما المركز الثالث أتابع هذا الوصول، وصل الدكتور راشد بن حمد بالزفن العفاري، يقدم لنا صالة الضيوف، يتواجدون في هذه اللحظات ليتقدمون. ولكن ارصد لهذا الوصول، من اللي واصل؟ وصلت حماية، وصلت حماية، محمد بن حمد بن فطيس بن فطيس يبحث عن السيف، شعاره مقروحة، يتقدم في هذه اللحظات. المري بن فطيس بن فطيس مع لحظات السيف، السيف الغالي، السيف الغالي. ولكن أرى الوصول في هذه اللحظات من خالد بن فيصل بن أشرم بن أشرم. اليوم تتقدم، وصل هذا البطل، وصل هذا الشعار الكبير، الشعار المثير. ولكن أرى كذلك في هذه اللحظات فهيد بن محمد بن بيشان يقدم لنا رؤية. الله يا بن بيشان، السيف، السيف الغالي، السيف، سيف مهرجان ولي العهد، ولي العهد. العودة للبداية، العودة وحيث الصراع الأول، وحيث سيادة، سيادة لازالت متمسكة بهذا الشوط حتى هذه اللحظات، حتى هذه اللحظات. ولكن الحفيد الكرام يتقدمون، يتقدمون في هذه اللحظات مع تحديات خالد بن سعيد آل زايد الهاجري. ولكن رؤيا، وصلت رؤيا، تقدمت رؤيا، تقدم بن بيشان، يقدم لنا في هذه اللحظات رؤيا فهيد بن محمد بن بيشان الحجمي. ولكن بن فطيس بن فطيس وصل هذا الاسم الخطير، هذا الاسم الكبير، ليقدم لنا في هذه اللحظات حماية. يا حماية، حماية تتقدم في هذه اللحظات. وصل الامداد، وصل الامداد في هذه اللحظات مع تحديات حمية، حمية حماية، حماية وحمية. يا بن فطيس جميل جدا. اذا زي ما احنا شايفين مشاهدينا انه السباق باذن الله ما زال مستمر، ورح نكون معاكم الى ان شاء الله ما يتم التشريف. طبعا اللي احنا عارفينه زي ما قلنا في بداية حلقتنا لليوم انه هذا السباق الختامي او الحفل الختامي للنسخة الثانية من سباق الهجن. وكمان في اشياء كثير معروفة انه طبعا برعاية ولي العهد محمد بن سلمان، وهيكون ان شاء الله تضمن هذا الاحتفال، هتضمن الاحتفال كثير من الفعاليات المصاحبة له. بإذن الله هيكون في حديقة الملك فيصل، عفوا في قرية الهجن بحديقة الملك فيصل. هذه أكثر معلومات قدرت أجمعها عن السباق، وأعتقد أن أنتم عندكم معلومات تانية جدا مهمة. طبعا زي ما ذكرنا في بداية الحلقة، هو دخل موسوعة جينيس، وكمان ذكروا في التقرير أو في اللايف عفوا أنه دخل موسوعة جينيس أو حطم الرقم القياسي اللي حطموا السنة اللي فاتت، كانوا كأكبر مهرجان للهجن. يعني السنة اللي فاتت كان 11,000 وشوي كانوا مشاركين، هذه السنة حطموا الرقم القياسي واللي مشاركين كانوا 13,000 و
377 بالضبط مطية مشاركة في المهرجان، فصراحة يعني شيء يشرف وشيء عالم، حتى في مشاركات من دول الخليج، في ناس جايين ومشاركين، وصراحة متحمسة أشوف النتائج ونشوف إن شاء الله. والله كلنا متحمسين طبعا، أكيد هذا شيء جدا جميل أنه يشرف المهرجان صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان، طبعا تشريف جدا جميل لها المهرجان، وأكيد كلنا متحمسين أنه هو يتسلم الجوائز. وغير كذا يمكن لما بدا السباق اخترنا رندا وعبير اختاروا يعني بس فان شاء الله اكيد، وكمان متحمسين اكثر الوقت تسليم الجوائز وباذن الله راح نرجع لهم. بس خلونا نطلع فاصل، يلا فاصل واكيد راجعين مكملين. عدد سيدتي وطفلك في الأسواق، تقرؤون فيه دليل شامل على مراكز الأنشطة الترفيهية في السعودية. خبراء سيدتي نت يجيبون على أسئلة الأمهات، كل ما يهمك في الصحة والتغذية، الحمل والولادة، في الأزياء أناقة خاصة للرحلات واللمات العائلية، وللحوامل حوارات مشوقة بينك وبين الجنين طوال 9 أشهر. في قسم المراهقون الصغار، كيف نعلم أولادنا أن الفشل بداية الطريق الصحيح، هذا وبالإضافة إلى عالم الآباء الخاص ومواقف وطرائق ومقالب لا تنسى بين المشاهير وأبنائهم في السفر. سيدتي وطفلك، مجلة كل أم وأبو عائلة. سأم، لأن الأول جمال. كجزء من المسؤولية المجتمعية، أكيد قامت جمعية النهضة ومبادرة إيراب بالتعاقد وشن حملة الوعي الحقوقي للتوعية بالحقوق وحقوقية المرأة والحقوق المجتمعية بشكل عام. معانا طبعا للحديث في هذا الموضوع أكثر أستاذة مشاعل الرشيد، مستشارة قانونية. حياك الله أستاذ مشاعل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أشكركم على الاستضافة وأشكر برنامج سيدتي على إتاحة الفرصة. بالنسبة لحملة الوعي الحقوقي، هي حملة أطلقتها جمعية النهضة مشكورة بهدف تعزيز الثقافة القانونية في المجتمع ورفع الوعي القانوني. دورنا إحنا كمبادرة إيراب القانونية هو المشاركة بحكم خبرتنا ومعرفتنا في المجال القانوني كجزء من العطاء المهني والمعرفي. الحملة فكرتها أنها تثقف الناس بخلال مقاطع فيديو قصيرة، إيصال المعلومات بطريقة سلسة سهلة بوقت قصير. زي ما أنتم عارفين الآن مع كثرة مشاغل الحياة والعمل والارتباطات الاجتماعية، الناس ما صار عندها وقت ممكن زي أول أنها تقرأ. وما شاء الله اليوم المملكة تعيش في نهضة تنموية، كثير من الأنظمة صدرت في السنوات الماضية، كثير من التعديلات القانونية الجوهرية اللي تهم أو تلامس حياة الناس. فجمعية النهضة أطلقت هذه الحملة وأيضا سخرت حساباتها ومواقعها الإلكترونية لجمع القرارات والأنظمة ذات الأهمية تصب أيضا في تمكين المرأة. احنا حنتكلم عن هذه الأمور واحدة وبالتفصيل، لأنه أكيد لها أبعاد كثير، ويهمنا زي ما أنتوا قمتوا بهذا المجهود حتى تقوموا بتثقيف المرأة بحقوقها، احنا كمان حابين نوصل هذه الصورة بشكل أوضح. يعني إيش اللي كنتوا لامسينه خلال السنوات الماضية حتى تقوم هذه الحملة، حملة الوعي الحقوقي، إيش السبب؟ هو في الحقيقة هي الحملة جت فكرتها من جمعية النهضة. احنا كمبادرة قانونية انطلقنا في ديسمبر 2017، فكرتنا رفع الوعي القانوني، الثقافة القانونية، بحكم انه دراستنا او تخصصنا في المجال القانوني كنوع من العطاء المعرفي المهني، من خلال شراكات مع الجامعات الجمعيات، من خلال إقامة ورش عمل، دورات تدريبية، محاضرات تثقيفية، ومن خلال حساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. فلما وقعنا اتفاقية التعاون مع جمعية النهضة كان عندهم فكرة هذه الحملة، فسعدنا بالمشاركة فيها ونحن نكون جزء من هذه الحملة الحقوقية التوعوية. وأيضا هذه وسيلة من وسائل جمعية النهضة، في وسائل أخرى يعني في ورش عمل ودورات قانونية راح نقيمها المستفيدات الجمعية، أيضا في استشارات وخدمات قانونية راح تقدم للمستفيدات والأسر لتتعامل مع جمعية النهضة. جميل جدا. ما في أي اشتراطات تقدمها جمعية النهضة للسيدات اللي هم حابين يتعلموا أكثر عن حقوق؟
يعني ما في شروط سعودية أو غير سعودية سيدة تقدم على صحيح وتعرف. المجال مفتوح للجميع. تمام، أنت ذكرتي في بداية كلامك أنه في فيديوهات قصيرة راح يتم فيها في هذه الفيديوهات نشر التوعية للسيدات بشكل عام. فين راح تكون الفيديوهات هذه منتشرة غير مواقع التواصل الاجتماعي؟ طبعا هو في الحقيقة احنا انطلقنا في الحملة ويمكن طلع فيديوين. الفيديو الأول شارك فيه زميلي المستشار القانوني ثامر الشعلان وتكلم عن أهمية التعليم للطفل وحماية الطفل. الفيديو الثاني أنا شاركت فيه وتكلمت فيه عن نظام العمل وحقوق المرأة العاملة وأبرز التعديلات القانونية صدرت بقرار مجلس الوزراء اللي تلامس المرأة العاملة وتهدف إلى تمكينها. حلو، يعني أنت بتتكلم عن أهم الحقوق اللي قاعدة تطلع من هذه الفترة من مثلا من 2017 مع التغييرات اللي قاعدة تصير عن أهم الحقوق اللي المرأة لازم تعرفها عن نفسها. بالضبط. جميل. حلو. طيب أبغى يعني مشان يمكن فيني فضول أنا شوي فضولية أنا معروفة. الآن المرأة يمكن صارت أكثر وعي بالأشياء اللي لها واللي عليها، أو كمان يمكن مع انتشار زي ما ذكرتي أنه الأشياء بالسوشيال ميديا هذه ممكن توعيها أكثر. تتوقعي من 2017 لين اليوم نقدر نقول أنه المرأة السعودية هي أوعى؟ بصراحة إيه، أشوف أن اليوم في يعني رغبة من النساء أو الفتيات في معرفة حقوقهن، الاطلاع على المستجدات. اليوم المرأة دخلت بقوة في المجال الاقتصادي والمجال المهني، افتتحت لها كثير من الفرص والأبواب ومجالات متعددة، فصارت المرأة مهتمة سواء كانت رائدة أعمال سواء كانت امرأة عاملة أو حتى لو كانت ربة منزل. في كثير من الأنظمة تلامس حياتنا اليومية، منها نظام حتى المرور ومكافحة جريمة التحرش. يعني القانون تأخر في كل جزء من حياتنا. صح. بدون حنا ما نشعر. صحيح طبعا. أستاذ مشاعل، طبعا أنت قلت تقدمون فيديوز تكون على مواقع التواصل الاجتماعي تكون جاهزة، يعني أشياء أنتوا حددتوها بمعلومات معينة. صحيح. حقوق معينة. طيب هل عندكم يعني منصة أو إيميل أو أي شيء للناس أو للببليك أنهم يتواصلون وتشوفون إيش النسب أو إيش توجه الناس بشكل عام؟ يعني ممكن أشياء تكون ما انذكرت في الفيديوهين اللي انزلت أو ما عندكم هذا الشيء؟ في الحقيقة عندنا حساب تويتر وعندنا سناب شات وكثير من الرسائل توصلنا. يعني تأخذونها بعين الاعتبار؟ ايه، هذا قصدي أن يعني ايه. تلامسون واقع الناس، لأنه ممكن زي ما قلت في المرأة العاملة، في اللي صحيح. مثلا متزوجة، في اللي يعني صح. مطلقة، حتى ممكن في الحقوق تختلف من كل حالة اجتماعية. صحيح. احنا يعني من خلال الرسائل توصلنا او الاستفسارات يعني نبني تصور ايش ابرز المواضيع اللي تهم المرأة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، فنحاول من خلال الوسائل او مع الجمعيات والجامعات اتفاقيات التعاون هذه ان احنا نرفع الوعي، سواء كانت محاضرات، ورش عمل، دورات او مقاطع. هل عليها اقبال؟ يعني في اقبال؟ حقيقة في اقبال كبير، يعني كان تجارب كثير مع جامعات وجمعيات، وبعض الجمعيات لما قدمنا فيها كان في إقبال كثير من المستفيدات، وكثير منهم وقعوا في إشكاليات كبيرة لأنه كان عندهم نقص وعي في جانب الحقوق. نقص معرفة نقدر نسميها. صحيح؟ صحيح. نقص معرفة. يعني أنا كثير أميلة لهذا النوع، انبسطنا أنه بيصير حملات تثقيفية وتوعوية، لكن القانون بيتم تحديثه وسن تشريعات طبعاً. جديدة. صح. فأحيانا أنا أقول والله أنا أعرف إيش لي وإيش علي، بس مع التحديثات اللي بتصير ما أواكب. صح. فحلو دورهم إنهم كمان يعني يبرزوا إيش هي التحديثات اللي قاعدة بتصير. أكيد. بنعرف إنه خصوصا المطلقة صار لها أشياء كثير بما يخص. صح. الحضانة والرعاية. صح. صح. والأشياء هذه. خليني أسألك، يعني خلال هذه الفترة البسيطة إيش الأشياء أو أبرز الأشياء اللي تغيرت وتم يعني سن تشريعات جديدة لها بما تخص المرأة؟ بصراحة كثير، يعني في تعديلات جوهرية على نظام الأحوال المدنية، في تعديلات جوهرية على نظام وثائق السفر، على نظام العمل، نظام التأمينات الاجتماعية، نظام الخدمة المدنية. هذه كلها يعني تلامس حياة المرأة والأسرة. والله كلها مفرحة جدا. صح. جميل. يعني احنا قاعدين نشوف انه السيدة السعودية الآن الحمد لله في مقدمة كثير من الأمور، واهتمامكم فيها واهتمامكم في أنها تكون على علم ومعرفة ووعي بهذه الحقوق القانونية، خاصة
اللي تهمها. هذا شيء مره جميل منكم. جمعيه نهضه دائما في المقدمه، يعني احنا يمكن كل سنه بنتكلم عن مبادرات جمعيه نهضه والاشياء اللي هي بتقدمها للسيدات السعوديات. شيء مهم كمان حابة أنا أعرفه في الأمور القانونية، إيش الأمور القانونية اللي كجمعية أنتوا تحسوا إنه السيدات بحاجة لمعرفتها أكثر؟ والله كثير، خاصة عندنا نتكلم عن الجانب برضو غير الأحوال الشخصية، نتكلم عن الجانب التجاري. في بعض السيدات تبغى تفتح بزنس سواء تجارة إلكترونية أو تفتح لها محل أساس أنها يعني تعيل نفسها وتبدأ تستقل مادياً، فيكون عندهم مثلا نقص معرفة أنه من وين أبدأ. صحيح. يعني كيف أطلع سجل تجاري؟ اليوم عندنا مثلا كثير من الأنظمة الجديدة، عندنا نظام ضريبة القيمة المضافة، كيف تكون أموري كلها تمام، كيف أختار العلامة التجارية، الاسم التجاري، كيف أسوي عقد شراكة، خاصة العقود يعني كثير يعني يعانون منها، يعني خاصة كمعهم شركة فيحتاجون توعية كبيرة في هذا الجانب. وأيضا جانب الأحوال الشخصية، يعني القضايا اللي تخص المرأة سواء كانت متزوجة، مطلقة، فسخ نكاح، نفقة، حضانة. جميل. يمكن مع التفتح الآن والأشياء اللي صارت الآن، يعني زي ما ذكرت أن المرأة صارت أوعى، في أشياء نقدر نقول بالقانون ممكن تكون يعني إيش يقولون لها، مموهة أو أنه تكون شوي لها ثغرات، يعني لها ثغرات يمكن المرأة تجهلها خاصة بالأحوال المدنية. فهذه الأشياء اللي المرأة تحتاج فعلا، أنا أحس أنه تحتاج تتثقف فيها أكثر وتقرأ فيها أكثر، لأنه فعليا يعني شيء بسيط ممكن أنه يعني يوديك ماما ورطة بسيطة، بس أنه ورطة كان ممكن أنت تقولي أنا في غنى عنها. صحيح. فإيش الأشياء البسيطة اللي ممكن المرأة تتغاضى أو تحذر منها؟ يعني مثلا عندنا النفقة، يعني بعض النساء ما تعرف أنه هي عندها حق النفقة، أو في حالة الانفصال كمان أنه حضانة الأطفال. أيضا قضايا الإرث، يعني في نساء عندهم إرث وأحيانا تكون سيدة كبيرة. نرجع لنقطة النفقة، يعني كل مرأة تسألينها عن النفقة معلش أبغاك توضحينها أكثر، تقول لك 500 ريال وتوقف، تقول لك ما أبغاها، هي 500 ريال خلها له، هل فعلا 500 ريال ولا أنه تختلف؟ والله هي يعني في سلطة تقديرية للقاضي في محاكم الأحوال الشخصية على حسب الراتب، على حسب الزوج. أوكي، اسلمي. فهي في لها سلطة تقديرية عند القاضي وحسب حيثيات القضية، ما نقدر نحن نعمم أنها 500 ريال لجميع. احنا عشان نوضح للمرأة دي اللي تقول 500 ريال خلها له ما أبغاها، لا تبغينها. صحيح. طيب سادة مشاعل، ماليش أنتوا يعني الوظيفة حقتكم أنه توعية الناس، توعية المرأة، توعية المجتمع بشكل عام، فأنا ودي أعرف أنتوا مواقع التواصل الاجتماعي، طيب، والحملات اللي تسوونها كتوعية اللي هي الندوات أو إيش سميتيها، الاجتماعات، المحاضرات وهذه الأشياء اللي تتطلب أن الواحد يحضر، فأنا ودي أعرف إيش التأثير، وين شفتوا التأثير أثقل وأوضح من هالناحية؟ هو صراحة كان لنا تعاون كبير مع عدد من الجامعات، بينها جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة وبرضه جامعة الأمير سلطان وجامعة دار العلوم. أوكي. قدمنا من خلال الجامعات ورش عمل ومحاضرات قانونية تثقيفية، بس أغلبها كانت للطلاب أو الطالبات. طالبات. لأنها داخل يعني حرم الجامعة. وقدمنا أيضا مع بعض الجمعيات الخيرية زي جمعية النهضة، جمعية بنيان، جمعية مكين، وتكون فئة المستفيدات للجمعية. لكن يمكن في المرحلة القادمة نحتاج أن احنا نتوسع، يعني تكون فئات أخرى، فئات مختلفة من المجتمع، وقد ما نقدر بحكم أن عملنا من خلال مبادرة تطوعي أن من خلال حساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعي نحاول يعني نتكلم أو نغطي أبرز الأنظمة بطريقة يعني سلسة أو مختصرة. تعرفون لغة القانون شوي صعبة لغير المتخصصين، يعني لما يجي أحد مش قانوني ويقرأ في نظام معين إلا ما يواجه بعض الصعوبات، فنحاول إحنا يعني نوصل
قدر الإمكان المعلومة. وجمعية النهضة مشكورة بتعاوننا وشراكتنا معاهم في حملة الوعي الحقوقي. نحاول أننا من خلال هذه الفيديوهات القصيرة نركز على أهم الأنظمة، أهم التعديلات القانونية الجوهرية اللي تمت الفترة الماضية وخاصة بشهر أغسطس، نوصل المعلومة للمجتمع عامة والمرأة خاصة بطريقة سهلة. نعم جميل يعني جدا. في أشياء كثيرة حلوة. أنا من الناس اللي أميل كثير للحملات التوعوية وأنبسط من التنوع في أسلوب الطرح. يعني بنعرف يمكن الكبار في السن الأمهات يمسكوا الواتساب أكثر. صحيح. ودائما يتداولوا هذه الفيديوهات. صحيح. فاللغة البسيطة اللي ذكرتيها أستاذة. صحيح. مشاعر جدا مهمة. أنا أشكر وجودك وأشكر لكم هذا المجهود. شكرا لكم على الاستضافة ويعطيكم العافية. أهلا وسهلا مشاهدينا. الآن نروح لنقل مباشر لمهرجان الهجن ونرجع بإذن الله نكمل. تنتزع السيف الذهبي المرصع بالذهب سلطان بن حمدان، شعلة النشاط في كل مكان، رئاسي اللون انهياني، حمر خطير، حمر كبير يحضر بو حمدان، فتحضر السيوف فتحضر الرموز. ونهني سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. منصور يا الأبيض منصور، منصور يا الأحمر منصور، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الحاضر في المقصورة الرئيسية. شرفتنا في اليوم الكبير الذي حضر فيه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية بهدي حتى يوم الدين. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتشرف الاتحاد السعودي للهجن بالترحيب بسموكم الكريم وضيوفكم الكرام في مهرجان سموكم في يوم من أيام الوطن المجيد الذي ازدانا شرفا ورفعة برعايتكم الكريمة لرياضة عريقة تحمل هويتنا، حيث نصرها الله بدعم سموكم الكريم حتى عادت هيبتها التي تستحقها. ومن غيركم سيدي أينما حل تحل معه الهيبة والمهابة. سيدي الآن مع آيات من الذكر الحكيم يرتلها عبد المجيد بن سعيدان. مهرجان سيدي ولي العهد يحفظه الله ويرحاه ولا شك بذلك عندما ردد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء صدق الله العظيم. سيدي ولي العهد، للقائد الذي واكب نجاحات الاتحاد الدولي والسعودي للهجن وكان خير الدعم والسند له حتى حقق في سنة ونصف التفوق على جميع اتحادات الهجن في المنطقة، لرئيس الهيئة العامة للرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل كلمة في هذه المناسبة يتشرف بإلقائها بين يدي سموكم الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أرحب بهذه الرعاية وهذا الحضور الكريم، واسمحوا لي في المستهل أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، ولسموكم الكريم على الدعم المتواصل والكبير الذي يحظى به الرياضيون في المملكة العربية السعودية، وحرصكم الدائم والمستمر على تطوير القطاع الرياضي بكل مجالاته لتمكين شباب وشابات الوطن الغالي من خدمة وطنهم في تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية العالمية، وهو أمر لم يكن ليتحقق لولا الله ثم عنايتكم ومتابعتكم حفظكم الله لدعم هذا القطاع ومنسوبيه. سمو سيدي، اليوم نشهد بكثير من الفخر والاعتزاز ختام النسخة الثانية من هذا المهرجان السنوي الذي نتشرف به، وقد وصل لهذه المرحلة المتقدمة من حيث الاهتمام والمتابعة والمشاركة، حيث شهد هذا العام مشاركة 13,377 مطية تنافست في 439 شوطا بمشاركة 4,080 مالكا من ملاك الهجن، مما يعكس المرحلة المتقدمة التي بلغها المهرجان من قوة المنافسة والتنافس والرغبة في نيل شرف المشاركة. وعلى صعيد الاتحاد الدولي للهجن الذي تشرفت المملكة العربية السعودية باحتضانه والإعلان عنه تأسيسه العام الماضي بمشاركة 14 دولة، فقد ارتفع عدد دول الأعضاء إلى 42 دولة، تمثلت قارة آسيا وإفريقيا وأوروبا وأستراليا، وقد عقدت جمعيته العمومية الثانية وسط اهتمام وحرص ورغبة أكيدة من الدول الأعضاء لخدمة هذه الرياضة الأصيلة. سيدي، إن تشريفكم لهذا الختام واهتمامكم بهذا المهرجان هو مصدر فخر لجميع عشاق ومحبي هذه الرياضة العريقة، ووسام شرف وتقدير يعتز به الجميع للعمل من أجل تطوير هذا الموروث الخالد بالشكل الذي يليق بهذه الرياضة وتاريخها المشرف. ختاما، أجدد الشكر والعرفان لسموكم على تشريفكم ورعايتكم لهذا اليوم الختامي، وأهنئ جميع الفائزين بأشواط المهرجان متمنيا التوفيق للجميع، وأسأل الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي، عندما يكون الضيف وعامل المكان بحجم سموكم الكريم، وعندما يكون المضيف أهل الهجن وأحبتها، يكون للشعر كلمة في هذه المناسبة، قصيدة يتشرف بإلقائها الشاعر ياسر التويجري.
عبد العزيز عبد العزيز ويثمر الغصن ويميل والشعر ينضح دره وكهرمانه وشعر ما يبدا فيه معزي اذا قيل ما له لزوم ولا المعنى خانه عطيت الله للصدور المماحيل ورادت الله واقتداره وشانه حر طلع على السنين المقابيل وشابط قرانيس الهوى بحومانه شرف فناجيل وكسر فناجيل لين انتزع له في الخريطه مكانه شرف فناجيل وكسر فناجيل لين انتزع له بالخريطه مكانه حول على العارض من الشرق تحويل العز بحزامه وفي جبه خانه على حصانه ذلل الصعب تذليل ووحد قلوب الناس على حصانه ما له شبيه الا انت يا صفوه الجيل على حصانه ذلل الصعب تذليل ووحد قلوب الناس على حصانه ثار العجاج وذيرن المقاييل والكل قدم درعه وعود زانه وقامت رياجيل سابق رياجيل ومعزي لحاله يسابق زمانه ما له شبيه الا انت يا صفوه الجيل في مروته وبقوه زعيت مانه انت يا طب الكبود المعاليل يا حاكم جافي وعده اوانه سيف الملك اللي ما يحتاج تاويل سلمان الوفا والضمانه قرت عليك حزوم نجد التراتيل وعطتك هيبات الملوك الحصانة وتزاحمت بك طيبات التفاصيل وتبلورت عز وشموخ ورسانة ما للصدف في عرض مجدك مداخيل لو ينقر التاريخ بالشقلبانة ما للصدف في عرض مجدك مداخيل لو ينقر التاريخ بالشقلبانة جمر تشظى من جروم الدحاميل ولظن يذوب فضة الشمع دانة يا قاطع النظرة ويا وافي الكيل يا كل شيء من الدهى والفطانة يا قاطع النظرة ويا وافي الكيل يا كل شيء من الدهى والفطانة لك في صدور الشعب ريف ومداهيل لك في صدور الشعب ريف ومداهيل وراض يخالط ربلته قحويانه وجيش يدك المحكمات المقافيل بامرك تحرك بطشه وعنفوانه للحكم راس وللميادين زحيل على الوطن ما يقبلون الاهانه صبح تفتك بالحده والتهاليل وليل تراجع في سمرته برعدانه والحكم في حد السيوف المصاقيل ما هو في الخاتم ولا الصولجانه يا سيدي يا سيدي الحكم في حد السيوف المصاقيل ما هو في الخاتم ولا الصولجانة اثبت نجم واقطع سما وارقب الحيل على السحاب اللي بكفك عنانه تطيح روس وينصفق حلم ويعيل كل ابرق ما يعرف الا الخيانة حنا عرب لكن اللي شعلة الخيل كل ابلج واللي يعلق اسنانه من قام قمنا له قروم ومشاكيل ومن هان ولا رحمنا هوانه يا سيد المقبل يا سيد المقبل وهالحين وقبيل يا من الوطن ومن المواطن ومانه على سنة طلعك صدوق المخاييل ورزيم واسم قام يا الحاسمانه عذب تطلق من يدين المسايل لين استوى خشم الطويل وطمانه نقيل وين العلم قلت المحاصيل ونقيل وين المرجلة قلت عانه صدقني كاسر بالفعول الاباطيل ولا تنكسب فيها المواطن رهانة السلام عليكم سيدي في هذه اللحظات يتشرف الفائزين برموز سموكم الكريم باستلامها من يدكم الكريمة بداية الفائز بجائزة سيف ومليون ولي العهد في النسخة الأولى جائزة النقاط حمد بن راشد المري
وكذلك هو الفائز في النسخة الثانية بجائزة النقاط لعام 2019 حمد بن راشد المري. سيفي ولي العهد. جوائز الأشواط: رمز الحقائق بكار مفتوح لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد المضمر ماجد بن حلفان. رمز الحقائق إعدان مفتوح لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد المضمر جابر بن قرينيس المطايا الصميمة ونواف. ثالث الرموز: رمز حقائق بكار عام لمفلح بن حمود البلوي المطية إنجاز. الرمز الرابع: حقائق إعدان عام لمحسن بن محمد اليامي اسم المطية ملبي. رمز لقاية بكار مفتوح لهجن الرئاسة تسلمها المضمر محمد عتيق زيتون المهيري المطية الزود. رمز لقاية قعدان مفتوح هجن النايفات يتسلمها المشرف العام راشد بن ناصر المري والمضمر حمد جار الله المري. رمز لقاية بكار عام لعبد الهادي بن راشد المري المطية نهب. رمز لقاية قعدان عام محمد بن حمد المري المطية هباش. رمز اجذاع بكار مفتوح لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد المطية جوف. رمز جذع قعدان مفتوح جذاع قعدان مفتوح لهجن الرئاسة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري المطية متعب. رمز جذاع بكار عام لياسر بن محمد الضيوفي العطوي المطية بجدة. رمز اجذاع قعدان عام لسالم سعيد الكتبي المطية شاهين. رمز ثنايا بكار مفتوح لهجن الرئاسة المضمر جميل الوهيبي المطية طاغية. رمز ثنايا قعدان مفتوح لهجن الرئاسة المضمر جميل الوهيبي المطية مبلش. رمز ثنايا بكار عام المالك محمد بن حمد فطيس المري المطية مقروعة. رمز ثنايا قعدان عام لعامر بن راشد المري المطية الكايد. جوائز هذا اليوم: بندق لشوط الزمول العام لسعيد بن خالد الهاجري المطية صوغان. أيضا هدية مقدمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي خنجر.
استاذ بيض الله فيكم. ثاني جواز هذا اليوم البندق لشوط الزمول مفتوح لهجن الرئاسة المطية هملول، أيضا مقدمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خنجر. سمعت زايد آل نهيان ذكر زايد. جائزة السيف لشوط الحيل العام لخالد بن فيصل بن شريم المطية نيوم، أيضا هدية مقدمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي سيف. جائزة السيف لشوط الحيل مفتوح لهجن الرئاسة المطية مطفية، سيف مقدم من ولي العهد، أيضا هدية مقدمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي. السلام الملكي. السلام الملكي. طبعا هذه كانت ختام النسخة الثانية من مهرجان طبعا الهجن السنوي، طبعا كانت بختام مهرجان اللي يرعى أكيد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. طبعا كلنا نعرف أنه حرص حكومتنا لدعم الرياضة كان واضح، وهذا يمكن من أبرزها وأولها. كثير حبيت أنه وقت تسليم الجوائز، وكان طبعا الجوائز متنوعة بين السعودية وبين الإمارات، فكان شوي في منافسة بين 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 هال يعني بين إيش يسمونه، مش الهجن المتبارزين، هم مش متبارزين، لا المطية، المطية المطية. فكثير حبينا وتسلينا من جد إنه نشوف هالسباق هذا للمرة الثانية، وإن شاء الله بإذن الله أنه يتكرر بالسنوات الجاية. خلونا نطلع فاصل وأكيد راجعين مكملين. عدد سيدتي وطفلك في الأسواق، تقرؤون فيه دليل شامل على مراكز الأنشطة الترفيهية في السعودية. خبراء سيدتي نت يجيبون على أسئلة الأمهات، كل ما يهمك في الصحة والتغذية، الحمل والولادة، في الأزياء أناقة خاصة للرحلات واللمات العائلية، وللحوامل حوارات مشوقة بينك وبين الجنين طوال 9 أشهر. في قسم المراهقون الصغار، كيف نعلم أولادنا أن الفشل بداية الطريق الصحيح، هذا وبالإضافة إلى عالم الآباء الخاص ومواقف وطرائق ومقالب لا تنسى بين المشاهير وأبنائهم في السفر. سيدتي وطفلك، مجلة كل أم وأبو عائلة. جاردينا متعة.
مع وجود الوظائف المستحدثة للمرأة صارت المرأة تشارك الرجل وتعمل معه جنبا بجنب، لكن اللي بيصير في هذا الموضوع أنه في كثير بيقارن ما بين إنتاجية الرجل وإنتاجية المرأة، والبعض يقول أنه المرأة هي أكثر التزاما وإنتاجية. حنتكلم إيش حقيقة هذا الموضوع. أرحب بضيفتي في الاستديو بالأستاذة مشاعل الدراعي، مدربة في وعي الحياة. يا أهلا وسهلا فيك. حياك الله أختي. أهلا يعني إحنا الله يسلمك. إحنا عشان لا حد يشن علينا حرب فجأة يقول رجل ومرأة وكذا، إحنا اتفقنا إنه يعني ما لها علاقة كثير، لكن في أشياء مميزات عند المرأة ومميزات ثانية عند الرجل. صحيح. طيب إذا هل تتوقع أن المرأة أكثر إنتاجية من الرجل وليش؟ شوفي، خلينا نتفق في البداية إنه الرجل والمرأة يحملون صفات مشتركة، عادات وسلوكيات مشتركة، وكمان لهم صفات كل واحد. لعقلية المرأة مختلفة عن عقلية الرجل. تمام. فما ينفع نقول أكثر إنتاجية، احنا نقدر نقول أن المرأة أسرع في الإنتاجية، لأن المرأة عندها نمط تفكيرها عقليتها حلزونية، يعني هي ممكن تجمع أكثر وظيفة أو تقوم بأكثر من وظيفة في وقت واحد، بينما الرجل لا، ما يقدر إلا وظيفة واحدة أو شغلة واحدة يخلصها، بعد ما ينجزها ينتقل للمرحلة الثانية وهكذا. بالطبيعة حتى بالنسبة لدراسة منصة رواد الأعمال هايف الأمريكية، قالوا أنه 20% من النساء اللواتي يستخدمون الشاتينج أكثر من الرجال، ولكن بالنسبة للإنتاجية النساء تفوقوا بأسرع بالإنتاجية 10% من الرجال. فهذا يعني بالنسبة للدراسات اللي عالميا، مش فقط في العالم العربي. جميل. أستاذة مشاعل، بداية تكلمنا عن الإنتاجية، طيب الحين نجي عند قدرة التحمل. أوكي. هل تعتقدين أن قدرة تحمل المرأة توازي قدرة تحمل الرجل، أو أنها تكون أعلى أو أقل، أو إيش الفرق؟ أنا باعتقادي الشخصي أنه المرأة بالذات في مجتمعنا العربي هي مجبولة على تحمل الضغوطات، لأنها أم ومربية وسيدة أعمال، أو أحيانا تكون ذا منصب عالي. صحيح. فهي تقوم في أكثر من وظيفة. أكيد. ويرجعنا لنقطة المالتي تاسكينج اللي هو تعدد المهارات أو أكيد. تعدد الواجبات والمهام. صحيح. لو لاحظتي أغلب يعني في مجتمعنا العربي المرأة تكون حريصة أنها ترجع البيت عشان تلحق على عيالها قبل ما ينامون، تجلس مع المربية تشوف إيش الظروف في البيت. صحيح. على أساس أنها تنظم بيتها، بينما الرجل لا، يروح مثلا يجلس عند الشباب شوي، أو يروح يجلس في القهوة عشان يفصل ما بين الهدك اللي صار له بالعمل، وبعدين يدخل للبيت كضيف. أي. أو على الأقل يقوم في مهامه الطبيعية. صح. بالضبط. على أساس أنه يرتاح. فهنا أعتقد أنه المرأة تتحمل أكثر. بالضبط. يعني أنت باعتقادي أستاذة مشاعر أنه قدرة تحمل المرأة أكثر من قدرة تحمل الرجل، مع أنه ما قد شفنا رجل أنه مثلا يبكي عشان مديره صرخ عليه، بس نشوف كثير سيدات هذا تنفيس لما تجرب نفسية يعني نشوف هذه الأشياء لدى السيدات. أنا ما يعني في هذه الفقرة راح أكون أنا في صف الرجل صراحة. أوكي. أنا ما أحس أنه المرأة أقدر من الرجل في إنتاج أفضل، أو أنها تكون أفضل من الرجل في العمل بشكل أو بآخر. أنا ممكن أشوف إن هما متساويين، لأنه كل إنسان زي ما في الرجال في up and down، طالعين نازلين، يعني يختلفوا. في الشخص مرة قادر إنه هو ينتج، وفي شخص مرة متكاسل، كمان في السيدات. صحيح. في اللي مرة قادرة وفي اللي مرة متكاسلة. بالضبط. أنا أشوف كذا، ولا أنت شو رأيك؟ أنا وجهة نظري إنه دائما إحنا ما إحنا في صدد أوكي فنيتنافس المتنافسون، المنافسة حلوة. حلو. لكن حلو إن إحنا نستثمر العقول في النهاية. صحيح. هم عقلين مكملين البعض. أكيد. الهدف والرؤية اللي إحنا نبغى نوصلها، كيف إحنا ننهض وطننا الحبيب. طبعا. كيف نحن نوصل نحقق الرؤية على أعلى مراتب، كيف يكون بلدنا the number one في العالم. هنا النقطة الأساسية، على أساس نقدر نستثمر عقل المرأة وعقل الرجل. ما نحتاج أن نفاضل ما بينهم، إحنا نحتاج أن نستثمرهم ونخليهم كلهم يساعدون بعض يدا بيد. جميل. النساء شقائق الرجال. فلذلك أنا أعتقد أنه كل ما إحنا استثمرنا هذه العقول واستفدنا من مميزات الرجل واستفدنا من مميزات الأنثى أو من المرأة، وصلنا للنتيجة اللي إحنا نبغاها. صح. صحيح. دائما الحكي معك ممتع. كيف؟ والله الحكي معك ممتع حبيبتي، ومن جد تعطيكي الفايدة بطريقة مرة يعني بسيطة. بس يعني أستاذة مشاعر، يقولون لك دائما أنه الرجل المرأة المرأة الرجل، يعني
صارت تعرفي كأنه كأنه صراع أو شيء زي كذا. المرأة تستاهل المناصب القيادية. صحيح. والمرأة يعني من جد هي قادرة إنها هي يعني تكون بالمناصب القيادية. صحيح. هذه معروفة. أكيد. لكن إنه إحنا نجلس نفاضل بينهم هذه مرة صعب. في فروقات مستحيل ولا يمكن إنه المرأة ممكن إنها تكون. أكيد. يعني تكم يعني. تكون مكان الرجل في مكان محدد يعني في أماكن محددة في فروقات في بنية جسدية في يعني أشياء ممكن هو يتحملها أنت ما تتحملينها. صحيح. أوكي أنت قادرة أنه أنت تصبرين قادرة أنه أنت تكونين زي الأخطبوط وفعليا المرأة زي الأخطبوط. صحيح. تقدر تسوي مليون ألف شغلة وهي جالسة. صحيح. ولكن في أشياء صعب. أبغى أعرف إيش الفروقات أستاذة مشاعر. الفروقات مثلا خليني أعطيك مثال. المرأة لا يمكن تصير بنا أو يعني تبني بيوت لأن هي نمط تفكيرها ونمط جسمها ناعم رقيق لطيف. اللي بوصل لك إياه أن المرأة لازم تلبس قبعة الأنثى لما تدخل بيتها وتلبس قبعة الذكر لما تطلع من بيتها، لكن لا يمكن تقوم في مهام هي ما تقدر فيها. يعني حتى الآن مع قيادة المرأة أستصعب أن المرأة ممكن تكون ميكانيكي لأن في أشياء ثقيلة عليها. والله أنهم جلسوا يعلموني كيف أكون ميكانيكي بس أنا ما رضيت لأن صعب ثقيلة يعني في شغلات ما عرفت أفتحه. أي كبوت. ففي أمور كثيرة يظل الرجل رجل وتظل المرأة مرأة. صحيح. أكيد. صحيح. بالعكس أنا ما أعتقد أنه في امرأة ممكن تستغني عن رجل. أكيد. حتى في مجال العمل ولا رجل ولا رجل ممكن يستغنى عن المرأة. يا سلام. خلاص شكرا. أنا متفق فعلا أستاذ مشاعل. أنا جدا أتفق معك أستاذ مشاعل. يعني إحنا في النهاية مكملين لبعض. أكيد. وزي ما قلتي كل واحد لو استثمر. صحيح. بالطريقة الصحيحة وفي المكان الصحيح. صحيح. في الوقت الصحيح إحنا رح نزيد إنتاجية وكلنا في النهاية هدفنا واحد. صحيح. نوصل للرؤية بأسرع وقت. أكيد. وبأفضل إنتاجية وبأفضل كواليتي أو بأفضل جودة. فأنا فعلا حتى يعني الآن ألاحظ حتى في منصتي في الإنستغرام أحاول دائما أني أؤكد على أنه الفرص الآن اللي تمنح للمرأة حلونا نستغلها بطريقة إيجابية. صحيح. أولا نستفيد من خبرات الرجل. طبعا. لأن الرجل أسبق بالنسبة لقطاع العمل والقطاع. صحيح. التجاري عنده خبرة أكثر عنده وعي أكثر عنده قدرة على اتخاذ القرارات بقوة. يعني تستغل النمط العقلي عنده أقوى. يعني المرأة عاطفية على قولتك. يعني مثلا لو لاحظتي ترى المرأة لما يعصب عليها المدير ممكن تبكي ولما يكود العيار زي ما يقولوا أو يضغط عليها أقول لا مش تستقيل بس ممكن بالعكس تزعل. أو مثلا لو صارت مثلا تخاصمت مع زوجها ووصلت مرحلة أوفر أنها ما تداوم لكن الرجل لا عادي عنده مشكلة يفصل. صحيح. يدخل دوامه يقوم بعمله كامل أروح ما يمكن. العاطفة تكون أقل. العاطفة تكون أقل هو تحكم العقلي أكثر تحكم الجسماني أكثر فإحنا محتاجينه في كل مجال. صحيح. أتفق معك أستاذة مشاعل. نشكرك على حضورك معنا اليوم. يعطيك ألف عافية على المعلومات. أشكركم على الاستضافة ونورتي. شكرا لك. مشاهدينا نطلع فاصل أكيد راجعين. عدد سيدتي وطفلك في الأسواق تقرؤون فيه دليل شامل على مراكز الأنشطة الترفيهية في السعودية. خبراء سيدتي نت يجيبون على أسئلة الأمهات كل ما يهمك في الصحة والتغذية الحمل والولادة في الأزياء أناقة خاصة للرحلات واللمات العائلية وللحوامل حوارات مشوقة بينك وبين الجنين طوال 9 أشهر. في قسم المراهقون الصغار كيف نعلم أولادنا أن الفشل بداية الطريق الصحيح. هذا وبالإضافة إلى عالم الآباء الخاص ومواقف وطرائق ومقالب لا تنسى بين المشاهير وأبنائهم في السفر. سيدتي وطفلك مجلة كل أم وأبو عائلة. داوني دايما معك. يمكن اليوغا آخر حل ممكن تفكر فيه عشان تعالج يعني مرض فيك لا سمح الله مثل القولون العصبي. ممكن كذا تجلس على الأرض وتسوي ذا الحركة. طبعا أكيد نوف حيكون لها يعني رأي ثاني بالحركة اللي أنا سويتها أكيد. يعني خلينا نرحب بنوف المروعي أخصائية يوغا. طبعا أنت مؤسسة سعودية للمنظمة أو اللجنة العربية لليوغا. حياك الله نوف. أهلا. هلا وسهلا نوف. حنا نعرف أنه أنت كانت في حاجة خلتك أنه أنت يعني تتعلمين اليوغا أو أنه تأسسين هالمؤسسة هذه. إيش هي؟
أنا عانيت طبعاً طول عمري من مشاكل صحية كثير لحد ما عرفوا إيش مشكلتي. كان واحد من أهم المشاكل اللي عانيت منها برضو القولون العصبي، مشاكل كثير في الهضم والحساسيات وألام مفاصل، وكانت يعني مجموعة مختلفة من الأعراض، وما كان المرض هذا معروف وقتها. في عمري 18 قررت أني أمارس اليوغا. اليوغا كانت في بالي من زمان لأنه الوالد أنا كان بطل عالم وأسس اتحادات الكاراتيه والجودو حول العالم، فكان جايب كتب لليوغا، فكان صعب يعني علي وأنا صغيرة أفهمها قبل يعني من زمان، لكن بعدين لقيت كتاب أسهل وبدأت فيه. وفي هذا الوقت كان قالوا لي خلاص ما تروحي على المدرسة، كنت في آخر سنة في الثانوية، والسبب أنه كانت صحتي جداً ضعيفة وعندي ألم مفاصل ومشاكل في الهضم. ما عرفوا إيش المشكلة، اتشخصت بعدين، لكن بمجرد ما بدأت أمارس تمارين، هي مش فقط جلوس وتأمل، التأمل جزء صغير جداً من اليوغا. والله إحنا كل اللي عارفين من اليوغا نسوي زي كذا ونقل، هذا جزء جداً صغير. هي تمارين بطيئة تمارس مع ضبط النفس، فيها تمارين توازن، تمارين قوة، تمارين مرونة، كله موجود. جميل. أكيد أستاذ نوف، أكيد راح نرجع نكمل معك، لكن خلونا نطلع فاصل وكيد راجع لكم. عدد سيدتي وطفلكي في الأسواق، تقرؤون فيه دليل شامل على مراكز الأنشطة الترفيهية في السعودية. خبراء سيدتي نت يجيبون على أسئلة الأمهات، كل ما يهمك في الصحة والتغذية، الحمل والولادة، في الأزياء أناقة خاصة للرحلات واللمات العائلية، وللحوامل حوارات مشوقة بينك وبين الجنين طوال 9 أشهر. في قسم المراهقون الصغار، كيف نعلم أولادنا أن الفشل بداية الطريق الصحيح، هذا وبالإضافة إلى عالم الآباء الخاص ومواقف وطرائف ومقالب لا تنسى بين المشاهير أبنائهم في السفر. سيدتي وطفلك، مجلة كل أم وأب عائلة. ورجعنا لكم مشاهدينا مع أستاذة نوف المروعي، أخصائية اليوغا. أكيد عندنا أسئلة مرة كثير أستاذة نوف، نرحب فيك من جديد. طبعا في دراسات حديثة طبعا اتكلموا فيها عن العلاقة بين الجهد أو الأشياء اللي تربط الجسم والعقل والتنفس والقولون العصبي، وأنها كيف تأثر عليهم، يعني الناس اللي يعانون من هذا المرض خصوصا تأثر عليهم إيجابيا. تقدرين تشرحي لنا كيف؟ أوكي. So, معظم الناس يقول اليوغا هي رياضة العقل والجسد. حقيقة هي في الكتب القديمة، في الكتب الهندية القديمة، هي رياضة الجسد والعقل والعواطف، مذكورة يسموها التشيتا فريتيز، معناته اضطرابات العواطف والعقل. فهي الفكرة فين الآن لما العلم بدأ يدرس هذه الأشياء؟ إحنا عندنا جهاز عصبي، العقل، المخ والحبل الشوكي، الجهاز العصبي المركزي، وعندنا جهاز عصبي طرفي، وعندنا الجهاز العصبي الذاتي اللي هو تابع للليمبيك سيستم في آخر الدماغ، وهذا يتصل بأعضائنا الداخلية. في منه الأعصاب السمبثاوية والأعصاب الباراسمبثاوية وأعصاب الانتريك الداخلية للأمعاء. اللي هو الجهاز العصبي بشكل عام؟ بشكل عام هو جزئين، الطرفي والمركزي. ممتاز. الطرفي هو الجزء منه هنا وجزء في أطرافنا. أكيد. طبعا الحسي الحركي. ما يحصل أنه إحنا عندنا أعصاب كثيرة جداً متصلة بالجهاز العصبي الذاتي، ولها تواصل مباشر مع الجهاز العصبي المركزي عن طريق الفاجوس نيرف، موجودة في الجت أو في منطقة الجهاز الهضمي والأمعاء، والأعصاب هذه متخللة في الداخل، والأعصاب هذه مليئة بالنواقل العصبية، والنواقل العصبية طبعاً هي اللي تأثر على مزاجنا، اتجاهاتنا، بعض السلوكيات، المود بصفة عامة. لذلك لما يكتئب الواحد مثلاً بيعطوله أنتي ديبريسنت، الأنتي ديبريسنت أو مضادات الاكتئاب هذه تشتغل على نواقل عصبية وعلى الأطراف العصبية بشكل معين عشان الاستفادة من النواقل العصبية تكون ممتازة. يصير الواحد هادي زي السيروتونين مثلاً اللي هو هرمون السعادة، الأسيتالكولين تبع الحركة، الدوبامين تبع النشاط، إحنا في أمعائنا فيه موجود، يعني سيروتونين هرمون السعادة 95% منه يفرز في الأمعاء و5% في الجهاز العصبي المركزي.
المشكلة أنه إحنا لما نتوتر الجهاز هذا متصل بجهاز التوتر، لما يصير فيه هرمونات وكيميكالز حقة التوتر في الدم اللي هي بتنشط الفايت أور فلايت ريسبونس، استجابة الهرب والقتال، طبعا بتنشط معها الأمعاء أو هذا. فكثير من أمراض الجهاز الهضمي زي القولون أو يسموه القولون العصبي، الإيريتابل باول سيندروم، طبعا انقباض المعدة، حتى الإمساك الشديد بسبب التوتر أو الإسهال بسبب زيادة انقباضات أو ضعف الانقباضات يعني عن الشخص العادي بسبب الحالة النفسية. واضح يا نوف أنه الستريس والضغط وهذه الأشياء كلها مرتبطة بالقولون أو المشاكل الهضمية أو الجهاز كثير الهضمي كثير. فبالتالي لابد أنه الإنسان يعرف كيف يتنفس، ولازم يعني يقرأ كثير في موضوع اليوغا حتى هي تكون علاج ممكن تساعد كثير، لأنه الجهاز العصبي الباراسمبثاوي بيفرز النور أبنفرين اللي هو بيهدي من هذه الاستجابة. إحنا في اليوغا حتى لو فيها حركة، زي ما قلت لكم اليوغا مش كلها تأمل استرخاء، هي حركة بطيئة مع التنفس تحفز نشاط الجهاز العصبي الباراسمبثاوي، وحتى لو كان هي فيها حركة هي حركة معتدلة مع ضبط النفس، بالتالي تنظم أداء الجهاز. إلى 80% من الشعب السعودي عنده هالتوتر هذا. في أسباب كثير للقولون، منها التغذية، ضعف بكتيريا، في أسباب كثير. والله يا نوف يعني إلى جانب اللايف ستايل اليوغا. شوفي واضح إنه عندك يعني كنز معلومات، بس أنا أحب أشكر وجودك اليوم، وأكيد راح نتكلم عن هذا الموضوع في المرات الجاية في الحلقة الجاية بتفاصيل أكثر. نورتينا. مشاهدينا وصلنا للختام، أنا رؤى ريان وزميلاتي نودعكم، في أمان الله.